امبارح الساعة السكانية في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة طبعا بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، أعلنت وصول عدد سكان مصر بالداخل ل 107 مليون نسمة، وسجل عدد السكان 106 مليون نسمة يوم الخميس، وده كان يعني عدد معقول نسبيا في الزيادة الأخيرة في الحركة ما بين السنين. زي ما انت قلت 106 مليون في فبراير 2 فبراير هذا العام، لكن 107 مليون بالأمس. المليون الأخير ربما يعني كان وقته أطول شوية من الملايين السابقة. خلينا نتعرف على التفاصيل دي بصحبتنا عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، صباح الخير على حضرتك استاذ مصطفى والاستاذ منى، وتحيات لكل الساده المشاهدين. ايوه، دلوقتي حضرتك احنا يعني دايما بنعاني من مشكله الزياده السكانيه، وهذا المليون الاخير ربما اخذ وقتا اطول من الملايين السابقه اللي يمكن كانت بتاخد وقت اسرع من كده، ولكن رغم كده سجلت محافظات الصعيد زي سوهاج واسيوط الزيادات الاكبر، بينما سجلت محافظات زي بورسعيد ودمياط الزيادات الأقل. نتكلم عن التفاوت ده ويعني الدروس المستفادة من هذا المليون. حقيقة احنا طبعا سعداء جدا بان احنا يعني كان عندنا هدف ان احنا نعمل الساعة السكانية ديت على يعني على مبنى الجهاز، وحطينا على كل مباني المحافظات عشان تكون يعني جرس انذار معمولة بقى لها فترة طويلة عشان المجتمع ينتبه الى مشكله والقضيه السكانيه. فالحمد لله انها بتحقق الغرض منها، الناس كلها تبقى ماشيه بتشوف الساعه. احنا طبعا وصلنا امس ل 107 مليون، كان تقريبا حوالي الظهر يعني 107 مليون، وده رقم طبعا معقول شويه لان احنا حققنا المليون ده من في حوالي 268 يوم، ودي لتاني مرة يزداد فترة عدد الأيام، لأنه كل ما زادت فترة الأيام في تحقيق المليون كل ما ده كان يعني ظاهرة إيجابية بيدل على انخفاض المواليد، وده كويس جدا. لأن طبعا قبل كده كنا بنتكلم المليون اللي قبله كان 250 واللي قبله 245، يمكن باستثناء شهر 7/2021 اللي هو كان بعد كورونا فعلا اللي كنا خدنا تقريبا 275، هي ده المره الوحيده. أيوة. والحمد لله المره الثانيه اللي احنا اللي مصر ان ناخد في المليون الاولاني، ناخد في المليون في 68 يوم، وده طبعا شيء يعني كويس بيظهر مجهود الدوله في يعني في رعايه المشكله السكانيه ومتابعتها سواء من القياده السياسيه من كل الوزارات، فده يعني عمل ايجابي. لكن هو طبعا احنا حتى الان يعني محتاجين مجهود اكبر لهذا الامر. لو بصينا بس على الخريطه بسرعه كده حضرتك، واحنا شفنا زي ما طلع في البيان ان عندنا يعني مجموعه محافظات هي بتمثل الجزء الاكبر في المشكله السكانيه بالنسبه لعدد المواليد، وده بتمثل بشكل عام في محافظات الوادي الابلي بشكل عام، لان احنا عندي حاجه بطلع كده معدل اسمه معدل المواليد في الألف، يعني كل ألف بيديني مولد قد ايه. فالمتوسط الحمد لله يعني كان حوالي 19.1، قبل كده كان ده الكلام ده في 23، في 22 كان 21.2، فيعني اتحسن المعدل. لكن عندي حتى ما زال الان محافظه اسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والاقصر، محافظات صعيد كلها بتمثل حوالي 25، يعني كلها بتتكلم فوق 23 في الألف. واحنا لما بنتكلم بالذات نقول ان احنا حتى عندنا محافظات الصعيد برغم انها تمثل حوالي تسع محافظات ابتداء من الجيزه واحنا ماشيين، بتمثل محافظات الصعيد حوالي 39% من حجم السكان، يعني الا انهم بيجيبوا لنا حوالي 45% من المواليد، ودي يعني الامر اللي هو واضح، يعني معظم المواليد قريب من 50% بتيجي المواليد كلها من محافظات الصعيد يعني. طيب في اخر شهرين او اخر 61 يوم يمكن كانت نسبه الانجاب زدنا بمعدل 250 الف، او هم يعني اخر 250 الف في المليون اللي زدناهم في الفتره دي. لو نقدر نتكلم عن الارقام دي نقول ان هو المتوسط كان قد ايه تقريبا، وهل دي زياده مناسبه ولا اسرع مما احنا عاملين حسابنا انه في الفتره دي نكون وصلنا؟ لا هو يعني هو ده لا يعني المعدل بدا يعني يكون افضل شويه. احنا يمكن في المليون ده حققنا كان في معدل في اليوم كان حوالي 5385، المليون اللي قبله كنا بنتكلم
في 5000 يعني 500 برضه حاجه و80، لكن في الفتره الاخيره الوضع يعني اصبح يعني يتحسن شويه، ودليل على كده ان كان عندنا معدل الانجاب، هو ده الحاجه اللي بتبقى فيصليه في موضوع المواليد اللي هو معدل الانجاب، يعني عدد الاطفال اللي تنجب بهم السيده في الفتره الانجابيه بتاعتها من 15 ل 49، وده كان احنا كنا حقيقي وصلنا لارقام عاليه جدا في اخرها، كان في 2014 كنا 3.5، كان متوسط ما يعني بتجيب السيده متوسط، طبعا في ناس بتجيب اكتر وفي ناس اقل وناس ما فيش، لكن المتوسط كان 3.5 طفل يعني بمعدل يعني او 35 طفل لكل 10 سيدات، لكن الرقم ده قل في بحث صحه الاسره المصريه في 2021 نزل ل 2.85، في سنه 22 اتحسن ل 2.76، في سنه العام الماضي 23 بقى 2.54%، وده بيدل لان كل ما معدل الانجاب بيقل كل ما بتكون ظاهره انخفاض المواليد كويسه يعني. في الفتره الاخيره اللي هم 2015 برضه كان في تحسن في يعني متوسط المواليد اليومي، فده حاجه كويسه. الحاجه الثانيه برضه احنا بنتكلم على جزئين يعني. طيب قبل الحاجه الثانيه استاذ عبد الحميد، احنا الدرس المستفاد من ده يعني، احنا الدوله المصريه بتبقى عامله حسابها على تعليم في فصول مدارس، على صحه في مستشفيات، على اسكان، على صرف صحي، على بنيه تحتيه، على العدد المعين اللي بتعمله، كل فوق ال 200 يوم او 200 وشويه يوم بنلاقي مليون جديد زياده. يعني الدرس المستفاد من كل الارقام دي عشان بس المشاهد ما يتوهش ايه؟ والله هو يعني المفروض ان يعني طبعا زي ما الناس كلها بتتكلم والخبراء بيتكلموا ان لازم يكون معدل النمو الاقتصادي يكون حوالي 4 أضعاف معدل النمو السكاني. والنمو الاقتصادي بيتحقق بس بياخد فترات طويله شويه، لكن نقدر نتحكم فيه معدل النمو السكاني علشان حتى الاسر تقدر تعيش وتحس بمستوى كويس. واحنا يمكن كان عندنا المؤتمر العالمي للسكان والتنميه كان يعني افتتاح في خانه الرئيس اللي حصل من يوم 20/10 واستمر لمده 4 أيام، يمكن كل المحاور بتاعته كلها على تنميه المجتمع وتنميه المواطن وتنميه الاسره، كله بيهدف كله يمكن كل صحيح. الوزارات كلها مشاركه، كله لازم يكون يساهم في هذا الامر. صحيح. انا فعلا يعني لازم نخطط كويس، لازم نفكر كويس، ولازم يبقى المعدل بتاعنا زي معدل السكان، واعتقد ان احنا لو استمرينا بنفس المعدل السكاني من حيث المواليد والوفيات اعتقد ده هنحس بطفره يعني اقتصاديه افضل للمواطن المصري في كل المجالات. شكرا للاستاذ عبد الحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، شكرا جزيلا لحضرتك.